السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة الفرات، هلا ومليون هلا بكم في حلقة جديدة وأمسية رمضانية مباركة إن شاء الله بوجودكم من برنامج كاشير. تقبل الله عملكم وتقبل الله صيامكم، ونحن في الدقائق الأخيرة من شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة. تهنئة كبيرة بحجم عطائهم، بحجم إنجازاتهم إلى عمالنا في العراق وفي العالم بمناسبة عيد العمال العالمي اللي صادف يوم 1/5. طبعا هاي المناسبة اختلفوا هواية في كيفية تأسيس هاي المناسبة. منهم من يرجع إلى 1856 يقول في استراليا كان يحتفل بعيد العمال، وكان حاضر آنذاك أحد زعماء العمال الأمريكان وبعد نقل التجربة إلى أمريكا. لكن هي الحادثة اللي وقعت في ساحة هاي مارك في شيكاغو بأمريكا سنة 1882 نتيجة تجمع 3000 عامل للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، وكان أغلبهم من الألمان. كان العامل يوميته $1.5 يعمل لمدة 10 ساعات لستة أيام في الأسبوع. فتجمعوا دول الناس في هاي الساحة اللي اسمها هاي مارك، ومقابلهم أعداد كبيرة من شرطة الشغب. صار مماحكات بيناتهم، صار كلام، صار خشونة، ما أدري شلون. انفجرت قنبلة، قتلوا 12 واحد ومنهم من الشرطة ومن العمال. ألقي القبض على 9 من المشتركين بالمظاهرات، الحكم على 8 من عندهم بالإعدام. صارت هاي المناسبة مناسبة عيد العمال اللي على أساسها صارت الأجرة ارتفعت وثبت دوام العمال إلى تقريبا 8 ساعات. احنا عندنا هنا أيضا 8 ساعات، العامل يشتغل بالستة تصير الساعة بالأربعة، لا وين أقل. يقول لك خالي اعذرني بعد ما أقدر. ربي يحفظكم. تحية لكل عمالنا اللي هم بنوا البلد وهم ما زال أيضا يبنون البلد رغم أنه توقف 5000 مصنع. نتمنى أن تعود هاي المصانع حتى عمال العراق يساهمون ببناء بلدنا، ولو إحنا ما شاء الله حتى الكرفس نستورده، حتى الثلج. بلد يستورد بريج، بريج أكو واحد دولة تستورد بريج، بريج يا جماعة الخير. على العموم الله إن شاء الله يحفظ كل عمالنا، ونبدأ على بركة الله اليوم مع ضيوفنا الأعزاء اللي حضروا إلى قناة الفرات من مختلف محافظات العراق. 8 عوائل من النجف الأشرف وبغداد وكربلاء المقدسة والبصرة والسماوة والديوانية وبابل وذي قار. اليوم أشوف حضور جيد جدا للعقال العراقي، للعقال العربي. أشوف حضور أيضا لأطفالنا الحلوين الحبابين. العنصر النسوي اليوم أقلية، ليش ما أدري. طبعا الرجال اليوم أغلبية، لا ما يخالف هم نطيهن حقنا. هاي أختي هنا، خالتي هنا قاعدة، وديك بنتي قاعدة هنا. أبو كربلة تعارك ويا المصور على كيفك أعصابك. أبو البصرة أيضا تعارك ويا المصور أعصابكم على كيفكم. خويا أهل بغداد قعدوا شوية اهدؤوا، ما الله حتى نقول لكم الله بالخير. بابل قاعدين ومنتظرين. ذي قار هلا، شلون قاعدة مرتبة حجة؟ هسه أجيك أبو عقال الحلو. أبو الديوانية ما فدوى لذن الشيبات القاعدات اللي خبلن حجة، هسه أجيك أبو الديوانية. أبو السماوة ليش خويا دول كارسهم هالكرسة؟ طيهم اي طلع على الزغير. خلي 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 يروح، خلي يروح يشرب ماي، يشرب عصير، دعوفه يا عين ابو السماء. اذا مشاركين نبلش وياكم على بركة الله. نبدي بالنجف الاشرف، نبدي بالنجف الاشرف. حجية، حجيتنا الغالية، احنا اليوم العنصر النسوي قليل بالحلقة، فنبدو وياهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا حجية. عليكم السلام. منين بالنجف حاجة؟ احنا من النجف. حياكم الله. يا جديد الرابعة. منين؟ جديدة الرابعة. حي الله أهل الجديدة الرابعة. يعني الجديدة الرابعة يعني جامع السجار، يعني سوق الحديقة، يعني حسين حمزة، يعني عباس حمزة، يعني حسن حمزة، يعني الحج داخل أبو علي. يا الله، يعني حج صالح حبيبي. ربي يحفظكم. الجديدة ما تخبل هاي المنطقة. أنا عمر 5 سنوات وأروح الله يرحم بيبيتي، أروح البيت خالة بالجديدة الرابع، ولحد الآن موجود طبعا البيت، لحد الآن راحوا كلهم من رحمة الله، لكن هو البيت عامر بأهله. خالتي أمن أم فلاح. أم فلاح، أم فلاح خوالتي بعد عمري فد وأروح لعويناتك. البنيات تشناين يا أهل وياك. يستر عليك تطول وياكل من على كتر ياكلون. الله يحفظهم ان شاء الله، الله يستر عليهم. ابقوا ويانا، ابقوا ويانا. ارجع لك خالتي ام فلاح، يطول عمرك. ارجع لك. هسه اليوم خو البارحه الديوانيه خليناها ما اخر شيء. خويا مو دائما نخلي ما اخر شيء، رغم انه ما فازوا على الجويه البارحه، بس يعني خير ما يخالف. بعد 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 الصواب حار. خلينا نروح لاهل الديوانيه.
نروح لأهل الدوانية. السلام عليكم، رمضان كريم. شلونك حج رحيم؟ اهلا وسهلا ابو علي. هلا شلونكم يابا؟ شلون امورك؟ رمضان كريم. علينا وعليك، منين بالديوانية؟ الله يحفظك، من قضاء الشامية بحي المعلمين. حياكم الله. طبعا ما راح اسالني، قال شو بس من الشامية؟ قلت له احنا هواية عوائل يتفقون ياهم باقي الاحياء وباخر لحظة يعتذرون. فالمخرج والمصور قصدي صاروا باحراج كم قام يروحون للشاميه لعفر الصلاحيه لليشان سردنا فد واحد من اهل العين من المهناويه ايضا طلعنا وياهم. احكي لي الحجي ابو من انت؟ ابو علي الحج ابو علي. هلا ابو علي. ابو علي اهلا وسهلا، شلونك؟ شلون كيفك؟ يا ابو صدق كذب، ترى مشتاقين للشاميه واهلها عيني. شلونك رحومي؟ حجي فدوى اروح لك. الله يحفظك، الله يسلمك. ابو من حجي؟ ابو من يحفظك. ابو علي. ابو على الله. ابو على الله. ابو علي هلا. ابو علي حجي بروح امك. هلا فيك. احكي لي احكي لي. نعم. هذا اليوم التراب اللي صار ونعمه من الله، هو الحمد لله والشكر، هم ياثر على التمر على النخل؟ التراب هواية يجمل التمر. اها. يجمل التمر من التراب، ييبس التمر وهو ازرق. حلو. هاي معلومة حلو. حلو. حلو حجي. حجي. بعدك نعم. تجي بعدك تجي للشامية تشرب شاي بهاي القهوة اللي بشارع السوق. ايه. اي نقعد بالقهوه بالشاميه. اي تاكل الكباب يا ام جلال. امر قول. اهلا وسهلا. ربي يحفظك. شكرا ابو علي، انطيني ابن اخوي. شكرا ابو علي. شكرا شكرا ابو علي، والنعم منك. ما يمر عليك ظالم، فدوى عمرك. اخوي انت يا شو اسمك؟ ما الله يحفظك، ممنونين. شو اسمك انت؟ انا استاذ كرار. كرار حبيبي. كرار ايش تشتغل؟ ابو حيدر. ابو حيدر ايش تشتغل؟ انا محاضر. محاضر. من المحاضرين المجانيين لو سووا لك عقد؟ لا حاليا عقد. يا الله خير وبركه، بلك الله على ميزانيه تقولون 22 يثبتونكم، بلك الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يحفظك. الله كريم ان شاء الله. ربي يحفظك استاذنا الغالي. شكرا جزيلا هشامي. الله يحفظك ابو علي. الله يخليك. ابقوا يانا نرجع لكم. الله يحفظك، شرفنا بيك. تسلم بيك. تسلم. انطير هلا. الروح للحبيبة، الروح للناصرية الغالية. شوفوا أهل الناصرية شلون قاعدين قاعدة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. حي الله أهل الناصرية. أهلا وسهلا. هلا بك. هلا بك. حياك الله حد. أستاذ رحيم. عيوني. شلونك حجي؟ الله يحفظك، الله يسلمك. عرفنا. خير وبعافية إن شاء الله. أنت شلونك؟ والنعم، أنا بنعمة الله إذا أنتم طيبين. بس أعطينا مجال. استاذ رحيم روح، انت رجال اعلامي، احنا ناس بسطاء، اعطيني مجال على مود اتكلم شويه زايد. روح حجي روح، الستيرن يمك. راح اقعد بالاخير بعد. روح، جزاك الله خير. ها بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اول تهنئه هني الكسبة والعمال بعيدهم. نعم. وقل لهم كل عام وأنتم بألف خير والشعب العراقي بخير. بل. وعساكم من عواده. إن شاء الله. اثنين أهنيكم أنتم إذاعة الفرات، وقواكم الله وبرنامج راقي وأنت راقي. الله يسلمك حج، رحم الله والدك، اشكرك. والمصورين والمخرج تحياتي لهم. تواصل ان شاء الله. ابو من حجي؟ انا ابو محمد. حياك الله ابو محمد، منين بالناصريه؟ بالصالحيه. بالصالحيه. بالمدينه. بالمدينه، حياك الله وحيا كل اهل الناصريه. ربي يحفظكم حجي. ونعم منك، الله يحفظك. الله يسلمك. انت تقول لي انت اعلام حجي، انا لحكم ولا سولفتوا يا حجي؟ مو انتوا تخيطون.
لا ما نقدركم ما استاذ رحيم احنا ما نلحقكم. لا والله يا حاج احنا بعد هو اعلامي هو اسمه اعلامي. الله يسلمك حجي ويحفظك. لا والله يا عم احنا ما نلحقكم. انتوا حجي يعني ما شاء الله الله يسلمك الله يعوضك اخ عزيز. احنا عندنا شايب يقول احنا كنا مشتاقين لصوتك رأيتك. يسلمك بس الله رزقنا وانعمنا بهاي الليله الاخوان اللي نلتقي بيك ونشوفك صوره وصوت. انا اتشرف بيكم ابو محمد الغالي وليهونون الجماعه اللي يمك. انت الشرف انت الشرف اخ عزيز. عرفنا بيهم هذا الاخ على ايدك اليسرى والاستاذ عليك اليمنى بس اسمائهم. هذا ابن اخوي سيف. حيا الله سيف. حياك الله استاذ رحيم. هلا رمضان كريم. شلونك يا عيوني؟ الله يحفظك سيوف الغالي والنعم منك. ربي يحفظك ان شاء الله. مشتاقين لك والله. تشتاق لك العافيه. حولني. اشيدك على هالبرنامج الحلو والله رائع. خدمتكم، والله. هذا البرنامج لو ما انتم كفيلك الله هم اطلع انا اسولف اسولف اتعب، بس انتم يعني انتم بهارات البرنامج. الله يحفظك بعد. ربي يحفظك. الاستاذ ابو الدشداشه السوداء. اي هذا ابو نمر. ها ابو نمر وياك. هلا ابو نمر. هلا. هيا. حياك الله استاذ رحيم، كل عام وانت بخير، رمضان كريم عليكم ان شاء الله، صحة وعافية. ربي يحفظك ان شاء الله. وياك انمار، انمار محمد حنتوش. حياك الله، حياك الله يا انمار. هذا الوليد الشاب. البرنامج هذا المميز. والنعم منك. الوليد هذا الشاب اللي يمك. السلام عليكم استاذ رحيم. هلا هلا هلا. رمضان كريم. شو اسمك انت عمو شو اسمك؟ انا اسمي علي، علي احمد. علي احمد، حياك الله وتشرف بيكم اهل الناصرية. تحياتنا لكل اهل الناصريه. الله يحفظك. هسه ابو قيمنا ابو قوياي باعونا وشوفونا، خلينا نرجع الحجيه ام النجف. هسه نرجع لكم، خلينا نروح حجيتنا ام النجف. خالتي قاعده وحيدتها، خرب بيتها عليها. خلينا نشوف هسه، خاف تقول عافون وراح. ها حجيه. ها حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام حجيه. الولاد البنيات بالعيد هم يجوني. ها حياتي. ها؟ اي اي نعمة. يوتشون عليك؟ اي صحيح. الحمد لله، الى يوصلونك يوتشون عليك. قلت هن خير وبركة ان شاء الله. هم ملتهين بشغالهم، البنية تلقينها مشتغلة ملتهية بعائلتها، والوليد ملتهي بشغله، وانت حقك عليهم، وانت الخير والبركة. بعد انت قلت هن الموق، انت المرجع. ربي يحفظك عمرك يستر عليك. ربي يحفظك لهم ويستر عليك ويوفقك ان شاء الله. شكرا حجيه. هم نرجع لك ان شاء الله. نروح نطير لاهل الشاميه. نروح نرجع لحجينا الغالي حجي ابو علاوي. اي حجي. الو. هلا امي. حجي. حجي شلونك؟ بنعمه الله. الى انت طيب؟ شلون كيفك؟ بخير وسلامه. بخير بخير. الله يحفظك الله يسلمك. انت قلت نعم. قلت لي بيا مكان. نعم. بالشاميه لو ما قلت لي بيا مكان بالشاميه بحي المعلمين يم ال شو اسمه يم قريب على تانك الماي بالاطفاء مقابل الاطفاء يم الاطفاء يم ال نعم اي مقابل الاطفاء يصير مقابلكم حجي مقابلكم يصير. اهلا وسهلا. الله يسلمك. ربي يحفظك حجينا وتحيه لكل تحياتنا لكل اهلنا. الله يحفظك. بحي المعلمين. حجي ابو علي هسه ان شاء الله. الله يحفظك. بتسهيل الله اذا جانا. نعم. العيد وان شاء الله ما باقي راح يجينا. نعم. ابد ان شاء الله هو جاينا جاينا ان شاء الله. صبحية العيد هلبي. انت تروح للناس لو اكو ود ما تجي تسلم عليك صبحية العيد. لا يجون للحوش يسلمون علي بيوم العيد. اها يا الله خير. الولاد يجون؟ اي الله يحفظك يقعدون ويتجين واديم. عاد تسوي لهم ريوق لو غدي. اي ها؟ نسوي لهم بحت بحت بعد الشيبي. اي حجي ريوق ريوق بحت ودهن حر. اي الف عافيه.
هيمري اي ودهن حر من الزين. هلا 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 بع الشيبي ما شوف دهن الحر صار غالي صعد شويه شويه. لا هلا لدموعك الله يحفظك. شكرا حج ابو علي ابقى ويانا حج. شلونك انت؟ الله يسلمك فدوا روح لك. هلا بيك. اليوم خير وبركه. اليوم شوفوا شوفوا التنوع بالعقال العراقي. عقال ذي قار يختلف عن عقال الديوانيه والفرات الاوسط. وبغداد ايضا بغداد لان مزيج من محافظات العراق فلذلك تلقى هسه تروح مثلا للمدينه للشعر للشعب تلقى هذا العقال ابو الناصريه، هذا عقال ابو النجف، هذا عقال ابو السمار، يعني هي خليط. خلي نروح ابو بغداد حجيا الغالي رمضان كريم. اهلا وسهلا حجي. علينا وعليكم. سلمك الله حجي. ابو من حجي؟ انا ابو ثائر. حي الله ابو ثائر، منين من بغداد؟ بالتاجي. يا هلا يا هلا باهل التاجي، نورتوا يا هلا. اهلا بيك. مية هلا باهل التاجي. هسه اريد دول الشباب الخوش قاعدين قاعدين مرتبين وما شاء الله، اذا طبعا اذا نصهم المعقل طبعا يقعدون قاعده معدله حتى تشوفون وتعلمون. عرفنا عليهم من هذا ابو الاحمر لابو الاصفر لابو هذا الاصفر مدري ازرق اخضر اخضر. ان شاء الله ان شاء الله استاذ فايز ان شاء الله. رحم الله والديك. حسين هذا حسين. ها حسوني. وهذا حسن. حياهم الله. الله يخليك. وهذا علي. علاوي حياكم الله. زين حجينا. خوش. الله يخليك. سولف لي. عليك. سولف لي حجي. سولف لك شو تريد؟ اكو بالتاجي سوق شعب هيك هي صاير دميسه العصريه يصير. اي شو اسمه هذا السوق؟ اي شو اسمه؟ هذا سوق يسمونه سوق التاجي الشعبي. بعد الى اسم؟ هو 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 الشعبي هناك الشعب هو اللي هو سوق الصوب. صحيح اي ممتاز. حجينا أي. الغالي انت احكي لي نهار نهار شلون تخلصونه؟ انت بعد الخير والبركه انتم مهنا واجهيه المجتمع يعني. الله يسلمك. اذا اكو ناخذ لنا فره على الحبايب على الاصدقاء. بل اذا اكو شيء تيخه هذا سالفه يم واحد ونقضي الوقت بهالشغله هاي. حلو حلو. نرجع لك نرجع لك حجي نرجع لك. خلي هسه اروح وين؟ خلي نشوف نروح للناصريه نروح للناصريه. حي الله ابو محمد. هلا بيك ونعم منك. ونعم منك ابو محمد خويه. تفضل اغات. احنا هسه تعرف شهر رمضان المبارك ويا مشيت شي خاته لنا هوايه ما يخلصن كفيلك الله. لا محرم يخلصن لا برمضان يخلصن لا بالعيد يخلصن هوايه. يعني فتره رمضان المبارك ما صار مثل ببالك اكو صار موضوع بيرضى بين جماعه من زمان مزاعلين حليت لكم شغله مثلا بين اثنين ناس اكو واحد معند وقايل ابد رجلي رجلي ولف عصا. طبعا طبعا هاي شغلات هي المهاي من الخير واحنا هسه مقبلين على ايام عيد وهذا العيد المفروض يكون صلة الرحم موجودة. الانسان يكون مثلا اذا زعلان يتحمل حتى لو كان الغلط عليه. المفروض هذا يرضى يرضي الزعلان يمر على جاره صديقه زعل ما يخلي بينات ربعه عمامه اخوانه. رحم الله والديك يا محمد. ان شاء الله يكون محضر رحمان وانتم طبعا الخير والبركه يعني وجه المجتمع اهلنا وناسنا بهذا العقال الحلو العقال اللي يرمز رموز. طبعا هاي الاصلاح هي ترى هي الاصلاح الاصلاح ينطلق مو بس يعني من شيخ العشيرة او لابس عقال ينطلق من اي شخص مثلا بالضبط. الشاب يقدر يصلح صديقه ممتاز. الرجل الكبير وجه المنطقة يعني هذا المفروض يتحرك وخصوصا بهالايام هاي الايام هاي اول مره احنا مقبلين على عيد. نعم. والمفروض احنا ما نخلي زعل بيناتنا. لا مثل اذا جاري زاعل امره
أرضي شي يريد أتنازل حتى من حقي. أحسنت حتى من محمد. حقي المفروض أتنازل. أحسنت محمد إن شاء الله. وهي الدنيا وهي الدنيا وهي خلص. وهي الدنيا منتهية خلصانة حجي ما تسوى ما تسوى لها فلس. أي والله اليوم باكر يقولوا لك الله وياك هسه يقول لك الله وياك يا ريت محجي خاف تروح ما يلقونك هسه ما يخالف يشيلونه واحد ويزورونه ويغسلونه ويبكونه هو ما تعرف بعد ما تعرف باي ارض تموت اها وش محلاته يحفروا لك قامه ورفع عيد واحد يحطونه ويحطون البنات ويشومون التراب عليه ويحطون له دبه ماي ها اخويا ويقول امدع الله بروح ذمه هي هاي هي نتيجتها لا اله الا الله محمد رسول الله ونعمة إذا وراء جماعة تشيع ويقولوا لا إله إلا الله أي والله عزي شكرا يا محمد رب إن شاء الله عمرك طويل ورب يحفظك نروح له دنيا خلصانة خلصان إن شاء الله نروح لأبو ثائر لبغداد نرجع للتاجي نرجع للتاجي حجينا الغالي أبو ثائر أهلا ومرحبا حجينا إحنا سيد محمد حجانا على الصلح والإصلاح وإصلاح ذات البين بالمجتمع أنت جنابك لك دور بهذا الموضوع؟ نعم يا الله في المناسبات ننجمع نعم ننجمع ونتوكل على الله لإصلاح ذات البين أها مشي مثلا فصول جماعة متعاركين نصالحهم نقعد برمضان نقعد يم جماعة نروح يعني نفطر يمهم وعلى الشغلة هالديدان هذا بارك الله بيك وكلها إن شاء الله الله يخليك ويستر يعني عليك من أرقى الأعمال من الحمد أجمل لله. الأعمال عند الله سبحانه هي إصلاح ذات البين حلو بين عائلتين بين عشرتين بين مجتمعين بين جيران مشكور أبو ثائر نعم. طبعا رسالة جميل الله يرضى جدا عنك. شكرا رسالة جميلة جدا وصلتني من صديقي اسمه متين تركمان بكركوك يقول رحومي احنا عيد قبلكم بيوم من هالطلبين اخوي عمي متين هي صار هندس يا اهلا اشوف الكياب بغداد هو جاربه علي ما اشوفه بس باكر ان شاء الله كل ايام الله عيد سبحانه وتعالى الامام علي عليه السلام يقول كل يوم لا يعصى الله فيه عيد كل يوم ما يعصى الله به عيد وان شاء الله كل ربي يتقبل صيامنا وتتمم شهر رمضان خير وبركه باكر وعقبه وراء كله ان شاء الله خير وبركه اذا مشاهد الكرام وين اقول لك عمان من تجي يوم تشلع قلبه انت لا ايش تريد من عندي يا اخي فاصل جيب وطيك اياه غير فاصل يمك يلا روح فاصل وعشرين تصميم سلس وانيق مجهزه باحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثه فهي مجهزة بمحرك 1600 سي سي ناقل حركة أوتوماتيك تكييف هواء أوتوماتيكي شاشة بقياس 7 بوصة كاميرا للرؤية الخلفية أجهزة استشعار حساسات خلفية للمساعدة على ركن السيارة مصابيح أمامية بتقنية LED على شكل حرف C نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة إشارات جانبية صندوق الأمتعة بسعة 510 لتر نوافذ خلفية كهربائية إنها سيارة عملية وأنيقة يمكنها التكيف لتلبية جميع احتياجاتك اليومية امتلكها الآن بقسط شهري يبدأ ب 380 ألف دينار متوفرة في صالات عرض رينو في بغداد والمحافظات للمزيد من المعلومات اتصل على خدمة الزبائن 6677 مشاهدي الكرام مستمرين معكم برنامج كاشير من قناة الفرات والاتصال مباشر مع عوائلنا العراقية
ذاك واحد يقول اقول لك راح اقوم اسلم على الوادي، قلت له طبعا البرنامج لا سياسي، يعني لا برنامج اجتماعي، هو يعني علاقتي بالناس ويا ابو فلان ويا ام فلان ويا عائله فلان، هو هذا البرنامج يعني مال الناس، اسلم على اللي اعرفه والما اعرفه هم اسال عليه، والناسي من زمان ماكو ناسي، بس مرات اتيه بيا محافظه من عداسه صديق، صديق راقي ويخبل بالعماره، حجي علي تشلوب شنيشل بالعماره ربي يحفظه، طبعا هذا اعرفه صار يمكن 28 سنه، هسه صاير حجي وشيباته ذاك اليوم قد حلواتي خبلا وعقاله كنت اعرفه فندي، فربي يحفظه ان شاء الله حجي علي تشلوب شنيشل من الشخصيات المعروفه بالعماره، يعني ايضا يسعب بحل المشاكل واصلاح ذات البين، وسعيد جدا بصداقته. هسه نروح لمن؟ نروح للحله، نروح للحله. الحله تحياتنا لاهل الحله، يا هلا شلونكم عمي اهل الحله؟ رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه والسلامه. هلا عمو، منين بالحله عمو؟ اي حله حي المهندسين. الحله حي المهندسين، حياكم الله وسلامي لكل اهل الحله بكل احيائها، وبالخصوص بالخصوص قضاء المحاويل الاخ الغالي حيدر فالح حسون قائم مقام المحاول، تحيه كبيره لهذا الشاب الدؤوب اللي يشتغل الحرك، يعني كل ما خابره لو بالسياره لو بالدوام، يعني ما يوم خابرته بالبيت، ليش شنو؟ والناس تحبه بالعافيه عليهم، انا احب الشاب القائد، الشاب هيك منصب، تحياتنا لك ابو ضرغام الغالي. عمو انت ربة بيت، موظفه، طالبه، مديره عامه، محافظ، وزير، عضو برلمان. لا أنا موظفة. حياك الله. هسا عارفين بذن البنوتات القاعدات ما شاء الله أغلبية نسوية أنتو، يعني غلبتوا الجماعة الباقين كوش. ذن البنوتات عندنا ميار، ميار ضيفة اليوم إن شاء الله، إحنا كنا ضيوف يم أم رقية يم أختي. حياك. اللي هي إن شاء الله هي ضيفة يمكم. كلكم ضيوف يم اليوم. الله يحييك، وأختي أم رقية غيداء، أم رقية اللي هي صاحبة الدار. والنعم. اهلا بك استاذ رحيم. حياك الله عمو. وذيك الثاني بعد الزعنو الثاني القاعده بالاخير. عمو ام رقيه. رقيه هاي بنتي. اقول لك ام رقيه. هلا بيك. اليوم عندك خطار وجايين. معيني. اي جايين الخطار، سويت لهم فطور عادي شويه زين، يعني خاب يسولفون علينا يروحون يقول والله الحلة ما ضيف. سويت لهم فطور فطره ويمنا. عافيه عافيه عافيه. ورا الفطور احكي لا ورا. طبعا. ترى شوفي احنا اهل الكرم الضيوف، اعرفي ورا العيد هسه عطله، ورا العيد تقعد بالدائره تقول والله رحت لم رقيه شو ما سوت لي لا حلاوه الشعريه لا سوت المحله بي، تعرفين سوالف نسوان ويظلني قرمطن بيك ويقصقصن بيك وما لا كل شيء اعرف اطبخ كاستر محله بي. عفوا ما شاء الله سوت لنا سفره خير من الله. بالعافيه بالعافيه بالعافيه. هسه نرجع لكم على ما تستوي حلاوه الشعريه جايكم، حضروا لي معون كانك خالص سعد رحيم. والنعم منك جايكم جايكم، بس على ما تستوي حلاوه الشعريه. هلا كانك على حلاوه الشعريه. ايه بسيطه حلاوه الشعريه. اي والله مو خليها تصير سودة شويه شقره وحطي لها ماي وشكر. هسه جيك مو تحرقوها مو تحرقوها. نروح وين نروح؟ نروح الكربلاء المقدسه. ها اخويا شو حيتك قاعد بعد بيتي ابو كربله وحيتك ها بساني ها اخوي ردت اني ما رايش وماكو لا ما ليش اخوي مخليك لا الاطفال ويا انا عبالي مراسلنا قاعد بوحدة انتم نكتوبية استاذ فائز نكتوبية رمضان كريم نكتوبية والله فيك الخير والبركة ان شاء الله علينا وعليه قبول الطاعات ان شاء الله سلمك ابو من ابو تحية لك استاذ فائز ولكل المشاهدين وللعوائل الكريمة ايضا ابو من؟ انا علي ابو ود. علي حياك الله ابو حسين الغالي، منين من كربلاء؟ ابو ود، ود زهراء كيف؟ ايوه كلهم حلوين، كلهم زهراء بعد احلى. انا من حي العباس. حي العباس، تحياتنا لكل اهلنا بحي العباس، حي الامام الحسين، حي الحر، هاي المسميات انا كلش احبها حقيقه والله. وايضا والحسينيه، وايضا عندي ربعي بنت عبر طويريج بالدويهيه، تحياتنا للدويهيه. شوف اسمع محمد عليوي بيت الكراث الدويهيه بيت البزون ها عيني بعد والله تروح لهناك بيت ابو كرار
خير منو بعد ابو علاء الغالي ابو ضياء هوايه كلش كلش هوايه ربي يحفظهم ذولا بالدويهيه خاصه بيت الكراث تحيه خاصه لهم. نرجع هسه الحي العباس الاخونا الغالي ابو زهراء. ابو زهراء انت موظف كاسب قاعد النهار كله كل شيء ماكو؟ انا لا خريج يعني اشتغل اعمال حره اشتغل بشركه متخرج الشهاده معلق معلق الشهاده على الحائط اهم شيء معلق الشهاده على الحائط ايه ويوميه تباعوا لها اكيد 10 سنوات صار لها معلق الله اكبر يا ربي خريج ايش يا ابو زهراء؟ والله ما باعوا لها بعض جيت من عندها الله اكبر يا ربي هي احترق قلبك استاذ فايز اي والله صح للاسف خريج ايش يا ابو زهراء؟ اني محاسبه ماليه اويلي بكالوريوس محاسبه ماليه اويلي يعني اختصاص هذا الاختصاص يعني من الاختصاصات يعني ليه. والله عجيب يعني عجيب في بلد اختصاص محاسبه ماليه يعني والله وين مصارفنا بقيه الدول تستقتل عليها استاذ مو انا جاي اقول لك عمي بالضبط اداره الاعمال المحاسبه الاختصاصات الموارد البشريه ذن الاختصاصات النادره اختصاصات 10 سنوات خريج محاسبه ماليه احصاء اي بس طبعا يا عمي طبعا تقعد اذا المصانع قاعده المعامل قاعده وين تداوم وين تشتغل؟ لو اكو مصنع رصين وتشتغل بيه لو اكو معمل رصين ويشتغل يلا احنا اذا حتى البريج نستورده كفيلك الله انا انصدمت من شفت بريج قال له هذا استيراد ب 2000 دينار وهذا عراق ب 1000 والله بلا والدور جايب لنا بريج هاك برات هاك برات على العموم ابقى يا ابو زهره نروح لمن؟ الروح للسماء وانتظرونا تاخروا السماء دائما شنو نعتبرهم معازيب اهلنا حي الله اهل السماء السماء حياك الله رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين علينا وعليكم ان شاء الله هذا الزغير شفتك يفلت وتلزمه يفلت وتلزمه ليش ضايج وقاعد ومزعل شو يسوي للزغير شو يسوي ادري شو اسمه للزغير اكم شمنه يطلع منه شو اسمه وش اسمه هاي بالقوه بالقوه سي الله كم اجناه شو اسمه أمير عموري عم عمور ليش زعلان يا حبيبي ومنطينك 1000 دينار صدق كذي بس لو طونا ربع ظل يسولف 10 ساعات قل شلونك جدو قل شلونك عمو كل هلو هلو قل شلونك قل شلونك جدي قل شلونك جدي هلو جدي وما في دوا الجدي في دوا روح لك قل احبك انا احبك كل احبك زين نيه زين عم اعطيك 1000 بس سولف وياي اعطيك 5000 والله بس سولف وياي وهاي البنوته اللي يمك اللي احبك انا احبك ها؟ ايه؟ يلا رسم قولي لي شلونك عمو؟ هاي شلونك؟ اهلا وانت شلونك؟ الله يحفظها ابو من انت؟ ابو من استاذ؟ ابو امير ابو امير ابو عمور منين من السماوه؟ منطقة سيد جودة أطراف الرميفة أها من منطقة سيد جودة تحياتنا لكل منطقة سيد جودة للرميفة كلها وللسماوة وللخضر وللنجمي والهلال وكل مناطق السماوة وإحنا دائما طبعا السماوة نجيكم متأخرين بعد أنتم هالجود وهالكرم خويا بعد أنتم هالمغيب لا إحنا معازيب عادي معود أنتم معازيب أنتم أهل الديوانية أمون عليكم أبقى ويانا لا تروح أبقى ويانا ولا نروح نرجع للحلة نرجع للحلة يلا خلينا نشوف الشعريه استوت لا يا الله ها اخويا ميار ها عيني ها استاذنا العزيز حركتوها الشعريه استوت وين صارت؟ والله هدرنا لك اياها وتنتظر جايتك يا الله خير وبركه ان شاء الله خير وبركه الف عافيه لكم الف عافيه ان شاء الله قلتي لي ام رقيه ربت بيت؟ اي نعم ربت بيت ام رقيه زين ابوكم وش يشتغل؟ ابونا رجال كاسب هو زوجها يشتغل بمطعم الله يرزقه تعرف انت هسه اثناء رمضان هسه ان شاء الله ان شاء الله اجى فيخلص السحور يلا يجي ان شاء الله اجى العيد لابس محابس كودري ها عيني وخير وبركه ان شاء الله ورزق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى
لا يؤجل شيء الا فيه الخير للبشر، بس البنادم عجول عجول. يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا بنتظر دقيقه دقيقه، يا رب ارزقني يا ابو الله سبحانه وتعالى. معطل رزقك، معطل رزقك بامره حكمه الله، قدر مقدر لك ثالث العيد رابع يوم العيد، بس احنا بنادم جزوع هلوع مستعجل. شكرا ام ميار، شكرا ام رقيه، صبونا الشعريه على ما نجيكم، صبوها. رجع الكربله لابو زهراء خطيه وحد كسرت خاطر ابو زهراء حقيقه، كسرت خاطر ابو زهراء كسرت خاطر، كسرت خاطر هم خريج سالم قاعد بحياتك سالم عاد ورا هاي ما طلعت هالساب المباشر وراها سوي لك تمتوعه، سوي لك شو شنهي والله هي المفروض هيك، بس اليوم سبحان الله العائلة كلهم يعني راحوا بعد كسر خان كسر يا الله يا الله. نزل رولاندو بالساحة، نزل ميسي بالملعب جيد. هلا نزل ميسي للملعب، نزل رولاندو للملعب. استاذ باز شلونكم عمي؟ هي معود مخلي ابو زهراء واحده ليش؟ اقعدوا يمه. الله يحفظك، الله يحفظكم ان شاء الله. مو احسن، مو احسن. اي لا لا حد يساعدون، دمرنا دمرنا حد يساعدون. يحفظك الله. انا طبعا تحية كبيرة لكل مصوري الفرات، لكل مراسلين بالمحافظات، أتعبتكم هذا الشهر، ضغطنا عليكم وإن شاء الله خلص على خير وسلام وطلعنا بوجه حلو قدام ناسنا، فرب يحفظكم. وأنا أشكركم جدا ويسلمون عليكم بالكنترول، كلهم يسلمون عليكم. أستاذ فائز الله يحفظك. استاذ فائز طبعا احنا يعني يزيدنا فخر وشرف ان احنا نشتغل بهاي المؤسسة الطيبة، انه تفرح هاي العوائل وتدخل بين 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 بيوت الناس، فاحنا يزيدنا فخر يعني صراحة، واحنا نعتز بهاي الفضائية ونعتز بكم جميعا. شكرا شكرا للحبيب، شكرا شكرا جزيلا. انا اشكرك جدا، الله يحفظك، الله ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا ابو زهراء، طبعا بالمناسبه مصورنا هذا مصور شاف ابو زهراء وحده فزعله قال لك خلنا نقعد وياه بعد. شكرا لمصورنا الغالي، شكرا جزيلا. اي والله عم زين زين، ربي يحفظه ان شاء الله. هسه نروح لمن البصره ناسي، لا مو ناسين هالبصره، بس قلنا التالي ربع عالي قلت اللي يقولوا البصره. اجيناكم خويا اهل البصره، اجينا اهل البصره خو، ما ضايجين تعطلنا عليكم. هلا وكل الهلا وعمو رحومي. والنعم منك، والنعم والنعم. منو ابو من؟ هذا الاخ اللي يمك، ذاك الوليد اللي قاعد هناك منو؟ عماد ابو شهد. هلا بعماد ابو شهد، والقاعد يمك؟ حيدر خالد. حيدر خالد، جاي اطلع لكم جناسي انا يا ابو شهد على كذا. كرار ابو محمد. كرار ابو محمد، وهذا القاعد يمك. ها. ذاك الزغيرون. شلون غير بعد لازم الاسم التعريفي؟ والله والنعم، والله والنعم والنعم. وهذا الزغير قلت لي باسمه ولا هذا قاعد؟ والنعم بيك. هذا الزغيرون حيدر، حيدر حيدوري، حيدوري. احكوا لي ايش تشتغلون؟ احنا كسبه اعمال حره. ربي يحفظكم ويرزقكم ان شاء الله. احكوا لي شلمكم اليوم سوى؟ يحفظ الجميع ان شاء الله. احكي لي ايش جمعكم سوى اليوم؟ احنا يوميا هاي الجمعه برمضان. حلو. موجوده خير وبركه ان شاء الله لمه خير. الجو يمكم شلونه؟ احنا كفيلك الله، هندس هندس هندس، مو شلون ما كان. والله يا عمو رحومي اليوم الجو كلش ما جاي يطمن، سبحان التراب وكلش عواصف ترابيه. اي والله، والشفاء لكل اللي عندهم مشاكل بالتنفس، مستشفيات تحيه لكل مستشفياتنا ان شاء الله، بذلون جهد كبير لان تعرف اكو ناس عندها تحسس وهوايه ناس تخربطت، ورب يحفظهم ان شاء الله. احنا يمنا صارت لك كفيلك الله حمراء، ماكل حمراء. هذا شايب يقول الله 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 بويا هذا قلاب. قلت له حجي استر علينا، صلى على محمد وعلى محمد، ترايبات جنبني وياخذني اللي هو حكمه الله سبحانه وتعالى. ولو انا غسلت السياره ب 10,000 امس، يلا فدوه فدوه، نحمد الله ونشكره، غسلها عقب باكر. ربي يحفظكم اهل البصره. نرجع
صحة وسلامة إن شاء الله لكل العراقيين إن شاء الله. سلام وأمان وخير وبركة. يقولون اللي يحلم بالتراب معناها رزق، يقولون بعد بس هذا واحد قال له والله ما أدري. نروح للسماوة، نرجع للسماوة. أي أبو السماوة حياك الله. بعد روحي أقول لك أهل السماوة عندكم شغلات يعني شغلات لطيفة حقيقة. البارحة واحدة من الأخوات قالت إحنا بالسماوة عندنا ريوق العيد بحت وقيمر عرب. أنا أول مرة سمعت بحيد من رجعت لأهلي وسولفت لهم قالوا عم مو أكلة قنبلة. لا بحت مو قيمر عرب. أي مو أنا إيش طلعت أفر بيها وقنع بهلي قالوا عمي لو قيمر لو بحت لا تصير شو اسمه شلون بحت وقيمر ودين حر خاشوكتين تنجطل. أبد قالوا خاشوكتين تنجطل علينا. بس أنا حبيت الفكرة والله حلوة بحت الفكرة. بحت يعني بحت وقيمر الفكرة عجبتني بس بعدنا ما مجرب. الله يسلمك. جربها. أنتوا بالرماثة بحت ودهن حر ريوق العيد. إيه هو دهن حر خالي عيني جدر البحت شايف الزائرة هيك متخوطه هيك خالي سامع صوت الشفشير أولي هيك شي برصة ولمت يجي قل لك طبعا بالمناسبة صوت الشفشير إلى جدر متروس يصير خفيف ولا جدر خفيف لا ولا طن طن يدقدق بحواش الجدر شياكيت 100% يقوم يبربر الجدر هالشكل دور تجيب الصينية بعد شيبي وتشيل وتحط ويسيح ويشيل وتحط لمن شوية يلزم يصك الجدر وتجيب الجدر الموع مال الدهن الحر بالخويشية تحط بنص يا بوي سويت بيه هسه انت رغبتنا يا رغبتنا غير انا هسه اريد الدهن الحر وبحت. طبعا هناك جماعة البيتزا بالكنترول كفيلك الله شوله ما يعرفون شنو يسمونه يقول هو تمن ورز حليب ورز لا هو كنتاكي ابو الكنتاكي. شكرا ابن الرميثة هو ما يعرفه بالكنتاكي. روح للبصره روح البصره روح خلينا نجيب القرعه خلينا نروح ايه ايش قد بعد ايش قد بعد يعني ايش قد بعد عندنا يا ابو احنا نسولف ويا بالبصره نسوي القرعه يا علي يا ابويا يا جماعة الخير شهر رمضان إن شاء الله شهر مبارك علينا وعليكم خلص إن شاء الله. أبو البصرة عمي أبو البصرة حياك وكل الهلي والنعم والله قال يحيى أهلا وسهلا. أقول لك هسا أبو الرميثة يقول نسوي بحت ودهن حر صبحية العيد أنتم شو تسوون؟ إيه احنا سياح وبيض يا ابوي اي والمصموطه يا بعد هي هاي مالت البصره اي والله والمصموطه يا اهل يسووها العماره وانتم مصموطه الحجيه مسويه المصموطه احنا البصره نسويها والناصريه لو سأل ابو محمد والله هم فاتتني ابو محمد اكيد يسوي المصموطه. الناصريه عندي هناك ورش من ربعي صارت فاتحه رحنا لهم كفيلك الله قعدنا صبح بالسته مسوي لنا تشريب. قلت لهم عمي قال وين بدك اكل احنا ما عندنا هيك شيء اسمه تشريب لحم من الصباحيات الله يحفظهم ان شاء الله. عندنا واسط موجوده ماكو عندنا النجف الاشرف هاي النجف ها يلا احمد شلوب وينك احمد شلوب مصورنا الغالي وعم شلون زمره عند مال المصورين هنا هاي النجف الأشرف طبعا النجف هذا كربلاء المقدسة جيد وهاي عندنا أهل الديوانية أهل الشامية وهاي بغداد وهذه بابل جماعة أستاذ بضرغام حيدر فالح حسون قائم مقام المحاويل صديق الغالي وهاي المثنى جماعة الرميثة وشهانة بحت ودهن حر اليوم بالرميثة وهاي البصرة دول الأخوت الثنين الوردة القاعدين يعني وهاي ذيقار جماعة أبو محمد هسا احنا شو نسوي ننزم هاي الشكوة يا أنا طبعا ببالي واحد كون يطلع ببالي واحد اي والله انا ببالي واحد الله يجيب البخت مثل ما اريده
يا الله. جماعة حيدر فالح حسون بابل فاز ويانا امنونا اتصال وهل بابل يا علي يا علي يا علي. بابل الحلة فاز ويانا بجائزة اليوم يا بهل بابل عوف التليفون نسولف وياكم. يشتغل هذا مشتغل واحد مشتغل قبل سولف بي عمي بويه اهلو اهلو اهل بابل هو يا يابي. طبعا بابل الفرات على هاي المساهمة الجميلة عمو ربي يحفظكم ان شاء الله. فزتوا انا بالقرعة سوينا قرعة بكل المحافظات وطلعت بابل بدينا مبروك عليكم. هسه انتم شنو بعد؟ احنا اللي يفوز ويانا يختار جائزته مبردة تلفزيون ثلاجة طباخ اربع حاجة تقولون ما نريد هم خير وبركة. ها بتي عيد ما اسمع عيد السادس شاهية يا عمي مبردة لو ثلاجة لو طباخ لو تلفزيون يعني شاشة راح راح يلا راح انا من عد يلا رجعوا والله هي عندها نقص ثلاجة خلاص عندها نقص ثلاجة انا عندي نقص كالسيوم بسنوني اليوم اشتغل السنون خلاص عمو جتك الثلاجة. شكرا ربي يحفظكم. نعم والنعم شكرا جزيلا لكل المشتركين شكرا لكل محافظاتنا الحجية بالنجف الحجية الغالب التاجي ابو زهراء البصرة الغالين شكرا ابن السماوة شكرا ابو الديوانية حجينا ابو علي وباب البنات اللي طلعن وشكرا لاهل ذي قار حي الله ابو محمد ونشوفكم خير ان شاء الله ربي يحفظكم. اذا مشاء الكرام خلصت حلقة هذا اليوم. شوف كل ايام الله سبحانه وتعالى عيد خير وبركة اللي عيد باكر ايامه سعيده من هسه اللي عيد عقب باكر ايامه سعيده من هسه. المهم انه احنا انجزنا عمل بالثلاثين يوم ذني لو لا احنا وانفسنا ثلاثين يوم شقد عشرة وعشرين صفر ثلاثين شقد النتيجة نتمنى الكل صفر ثلاثين نتمنى ان الثلاثين ونفسك الامارة بالسوء صفر. باكر نلتقي على خير وبركة ورمضان مبارك وإسحار شهي وإفطار شهي باكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.